فيكم زملائي بالاستديو بجميع المشاهدين من مدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية هنا لتغطية عروض وفعاليات القوات البحرية لمناسبة اليوم الوطني السعودي 93. لمزيد من التفاصيل ينضم معي المقدم هيثم الأسمري. يا هلا وسهلا فيك مقدم هيثم. مرحبا حياكم الله. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي الأمين الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اليوم الوطني 93. أعاد الله علينا أعوام مديدة ونحن ننعم بالأمن والأمان والرخاء بظل حكومتنا الرشيدة، ونبارك للشعب السعودي هذه المناسبة الغالية. وبتوجيهات من معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، وتوجيهات ومتابعة من سعادة قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني، تشارك القوات البحرية فرحة المواطنين بتنظيم عدة فعاليات منها عروض بالطائرات MH60 رومي وصقر البحر، وأيضا عروض بالزوارق، وأيضا عملية تشبيهية لاقتحام مبنى وتحرير رهائن وتطهيره من الإرهابيين، وأيضا كما تشاهدون مسيرة تنظمها القوات البحرية راجلة وأيضا بالمعدات والآليات. وهناك أيضا عرض لفصيل المهارات بالأسلحة وعمل تشكيلات بحرية، وأيضا هناك معرض داخلي بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وبعض المشاركات من الأسطول، وأيضا معرض خارجي لمعدات القوات البحرية القتالية، وأيضا تنظم في مسرح قاعة المؤتمرات عدة فعاليات منها عروض مرئية وعروض تراثية وشعبية، وتقوم القوات البحرية بتوزيع عدة هدايا على الجمهور بهذه المناسبة. شكرا لكم مقدم هيثم على كافة الجهود. كما رأيتم مشاهدينا فعاليات متنوعة ومميزة في يوم مميز واستثنائي. الفعاليات بدأت منذ الآن الساعة 4 عصرا وتستمر حتى الساعة 10 مساء. كل عام والمملكة العربية السعودية بتقدم وازدهار، كل عام ونحن نحلم ونحقق.